السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيح، لاباس اموركم مزيانه؟ اليوم جيت ندير معكم الشكانبه ولا الدواره، ها هي ثمن واحد نص كيلو، غنشرحها معكم. التقليه تيقولوا لها، كاين اللي كيقول لها الشكانبه، كاين اللي كيقول لها التقليه. المهم عندي واحد الربطه د المعدنوس، نديرها بخيزو، نخترها بخيزو، ندير واحد جوج حبات ديال خيزو، جوج بصلات مويان ما كبار ما صغار، وجوج فصوص ديال الثومه. بسم الله نبدا معاكم على بركه الله. مهم الثومه كدرب بخيزو، كتجي شويه ما غالوش عليها الايدام. كنشلضوها رقيقه، اللي كيحكها ولكن هكا كتجي حسن. كملوا الكميه اللي عندنا، ويبانتوا معايا. غادي نجيبوا الكوكوط ديالنا، نديرو فيها ديك الشكانبه، هي راه غسلتها من قبل بالملح والحامض والخل. غادي نضيفو عليها البصله اللي قطعنا، نديرو لها المعدنوس، نقطعوه رقيق. ثم راه الفيديو واضح معاكم، هاكم كنديرو القزبر، كنديرو على المعدنوس كيتواسي معاها بهاد الطريقة. كنجيبو دوك الفصوص ديال الثومه، نحكوها هنا بالحكاكه ولا كتقطعوهم، المهم انا نحكوهم معاك ونرجع. المهم احنا حكيناهم معاكم، غنحكو عليهم واحد الحبه ديال المطيشه صغيره، نحكوها عليها باش كتخطر لنا المرقه ديالنا، كتجي هائله. غنديرو لها العطريه، نضيفوها التقله، نوريكم التوابل ديال العطريه. هانتوما معايا، المهم احنا حكيناها. غادي نضيفو عليها جوج خيزويات، نبقى نقرضوهم دوائر بحال هكا كيجيو زوينين هكا. المهم انا كنستمر نقطع، نرجع باش نكمل معاكم. المهم احنا قطعناه ودرناه، غنديرو التوابل ديال هيو، هادي ديروا التوابل ديال العطريه. بسم الله على بركه الله، كنديروا الملح حيت ما نديروش بزاف حيت زفايتين دايرين غاسلين بالملح. كنديروا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال البزار، كتروش بزاف،
معلقه صغيره ديال الخرقوم، سكنجبير عفوا، سكنجبير. صافي، واللي كيبغي يدير التحميره كيديرها، نضيفوا شي حاجه منها. كنديروا نص معلقه صغيره، ماشي بزاف. صافي، كنضيفوا الزيت، نضيفوا الزيت البلديه، من الاحسن تكون البلديه. انا ضفت زيت المائده. صافي، وغنديروها تقلى. هانتوما نديروها تقلى باش نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالها. مهم، هاي بدات تتقلى معنا، غنخلطوا مع عصير بعضياتها باش تشرب شرموله. هانتوما تقلى مزيان، وعدنا المرقه ونسدو عليها. ثم خليها تقلى دابا مزيان. كاين اللي كيقول لك التقليه ما كيديروش فيها خضره، كديري فيها خضره، اللي فيها خيزو وبطاطا باش ما يغلبوا عليها الدراري ياكلوها. المهم، هيا تقلات معانا، غادي نديرو لها الماء. هانتوما نوريكم الكميه الماء اللي غادي تكفيها. درنا لها هانتوما الكاس الاول، نزيدو لها الكاس الثاني. ها الكاس الثاني، مازال نزيدو نغلبوها شويه. هذا الثالث، لحقاش هي كتشرب مره مره. نحلو عليها هانتوما، غادي نسدو عليها الكوكوط. يلا ورجع معاكم. المهم، هاي التقليه ديالنا وجدات هانتوما، ما شاء الله لا ثقيله خطرة. وغادي نضيفوها في الطبسيط ديال التقليم. المهم، حنا نضيفوها في الطبسيط ديال التقديم، ونزينوها بشويه ديال الزيتون مصير. ثم ما شاء الله هانتوما نضيفوا لها زيتون مصير بلدي، نزينوه بها بحال هكا. اللي بغى يدير الحامض مصير راه كيديرو. المهم، هانتوما كتجي رائعه. هانتوما ديروا لي لايك واشتراك، ودخلي عند القناه وباش يطلع لكم الجديد. هانتوما ما شاء الله، ما شهيتكم، كتجي رائعه. يلا، مع السلامه، مع فيديو اخر.